صباح الخير على حضراتكم واهلا بيكم في الفقره الطبيه، الفقره اللي متعودين دايما نقدمها لحضراتكم في اخر فقرات صباحك عندنا. والنهارده معادنا مع الفقره التجميليه مع خبيره التجميل اميره مصطفى، وموضوع مهم جدا. اميره النهارده هتكلمنا عن مشاكل الشعر وازاي نقدر نحلها لكل الناس المهتمين بجمال شعرهم، كمان كل الناس اللي بيحبوا يغيروا في شكل شعرهم كل فتره. النهارده هنعرف احدث قصات الشعر والصبغات. خلونا مباشره نبدا فقرتنا ونرحب بضيفتي وضيفه حضراتكم النهارده اميره مصطفى خبيره التجميل بيوتي سنتر جرين. صباح الخير يا اميره، منورانا. صباح النور، ميرسي. زي القمر كالعاده. ربنا يخليك. اميره قولي لنا في البدايه، عايزين نعرف الجديد بقى في العنايه بالشعر وازاي كمان نقدر نحافظ على شعرنا من اي مشاكل ممكن تحصل له بعد كده. تمام. دلوقتي بالنسبه للشعر، الشعر في ناس شايفه ان هو ما بيتاثرش بالعوامل الخارجيه. تمام. طول ما انا شعري كويس بيطول يبقى انا شعري صحي. لا، هي مش بالطول خالص يا بوسي. ممكن يكون شعرك بيطول بس بيطول وعمال يضعف، بيطول وعمال كثافته بتقل، بيطول وبيتقصف. وبرده مشكله تانية كبيره قوي، ناس تيجي تقعد تقول لي اميره طب انا الجذور عندي بتطلع بس شعري لسه قصير زي ما هو، لان اوريدي هي بتطلع من فوق بس بتاخد من تحت التقصيف بيروح نازل، فما بتحسيش بفرق الطول. تمام. ازاي بقى نعتني بشعرنا عشان خاطر المشاكل دي كلها؟ خلينا الاول نتكلم في الاسباب اللي بتؤدي للمشاكل اللي احنا هنخلينا نحلها بعد كده. اول حاجه الصبغه. الصبغه لو مش معموله صح بتعمل لنا مشاكل. قله غسيل الشعر بتعمل مشاكل، كتر غسيل الشعر بيعمل مشاكل. تمام. ان احنا نستخدم الشامبو اللي مش مناسب لينا بيعمل مشاكل. أوكي. استخدام مواد الفرد زي كريمات الفرد والبروتين والكرياتين والحاجات اللي بتوقع الشعر بتعمل مشاكل. عدم قصنا للاطراف بتاعه الشعر بتعمل مشاكل. تمام. طبعا كل حاجه من اللي انا قلتها دي ليها طريقه علاج معينه، بس بدايه اول خطوه في خطوات العلاج نتجنب الحاجات دي ونعرف مشكلتنا ايه عشان نبتدي ندور على الحل بتاعها. تمام. يعني لازم لما انت تجيلي او وات ايفر انت قاعده مع نفسك وهتاخدي خطوه ان انت تيجي عندي او تبتدي تعالجي شعرك، اقعد مع نفسي، هو انا مشكلتي ايه؟ هو انا ايه اللي مضايقني في شعري؟ هو انا شعري بهتان؟ هو انا شعري مقصف؟ هو انا شعري بيقع؟ هو انا شعري هايش؟ وانا لون شعري مضايقني؟ بعد كده بنبتدي خطوات العلاج. هنرجع للشعر تاني او العنايه بالشعر مره تانية، بس قولي لنا الاول كده سريعا ايه احدث الوان صبغات الشعر دلوقتي؟ تمام. احنا عامه دلوقتي خلاص داخلين على فصل الصيف، فخلينا نقول ان احنا بعدنا عن الغوامق الحمد لله شويه. والناس هتبتدي تفتح الوان شعرها. هتبتدي تعمل الكريزي كالرز، البنات التين ايجر والبنات اللي لسه داخله جامعه هتبتدي تعمل الخصل الملونه تاني. لسه الديب داي موجود اللي هو النص اللي تحت بيبقى لون والنص اللي فوق لون. وجود اكتر من لون في الشعر برضو طالع موضة. الفواتح بقى بدرجاتها، الاصفرات بدرجاتها، الاشقرات بدرجاتها، درجات البني الفاتح كلها دي طالعه موضه معانا في الصيف. تمام. يعني الالوان الفاتحه رجعت موضه تاني، بس قولي لنا اميره يعني في الوان بتليق مثلا على بشره معينه او شكل وش معين وفي الوان تانية ما بتليقش على البشره التانيه؟ اكيد طبعا، ما ينفعش ان انا ابقى سمراء واغمق شعري قوي، وما ينفعش برضو ان انا ابقى لوني قمحاوي واحط لون يبقى ظاهر عليا قوي. يعني دايما بناخد بالنا من لون بشرتنا ولون عينينا مع درجه الشعر عشان يبقى في تناسق عام في الوش. تمام. فما ينفعش دايما ان انا ابقى، لو انت فاتحه اوكي روحي للاشقرات، روحي للبنيات الفاتحه هيبقى شكلها حلو عليكي. ممكن لو انت عايزه تغيير جذري بتعملي اسود، كل ده بينفع مع البيض. لو انت سمراء شويه نبعد عن الاسود، نبعد عن اللون الاحمر، نبتدي نخلينا في الالوان الفواتح بتاعت البني، درجات البني الفاتحه. لو انت مثلا لونك خمري، عامه الخمريه الحمد لله محظوظه بينفع تحط اي لون حلو قوي بيبقى شكله حلو عليها. بس دايما بنحاول ايه، زي انت رحتي كوافير او رحتي مركز تجميل وهتبتدي تغيري لون شعرك، شفتي اللون وعجبك وكل حاجه، حاولي تشوفي مثلا خصله عليكي هيبقى شكلها عامل ازاي، تحاولي تتخيلي الموضوع الاول ازاي، بس ما تاخديش الاستاب مره واحده وبتبتدي بقى نظرات الناس او راي الناس لا مش لايق عليكي والله يا بوسي كان هيبقى شكله احلى لو عملنا كذا، تلاقي نفسك بترجعي تصبغي تاني. كده احنا بنهلك الشعر. فلازم نبقى متاكدين كويس قوي ويبقى في حد متخصص معانا يساعدنا في ان احنا نختار اللون المناسب. تمام. طب قولي لي اميره مثلا السيدات او الامهات بالتحديد اللي عندهم يعني بعض الشعر الابيض او في جزء من شعرهم ابيض، في الوان معينه نقول لهم ابعدوا عنها بلاش الالوان دي لانه هيبان لون مختلف عن اللون؟ نتكلم بصراحه من غير ما يزعلوا مني. خلينا نتكلم بصراحه. الالوان الفاتحه دايما بتجهد الشعر، فما ينفعش ان انا يبقى عندي مشكله شعر ابيض والجذور بتطلع بسرعه واعمله لون فاتح قوي واضطر كل شويه اصبغه، كل شويه اصبغه. ابتدى الشعر الابيض يزيد عندك،
نلجأ شوية للغوامق، يعني نروح للغامق البني، نروح للأسود، درجات البني بدرجاته وإحنا لسه في الغامق، لأن أنت رحتي للفاتح الشعر الأبيض أصلا ما بيغطوش الصبغة الفاتحة بسهولة دي. أول حاجة. تاني حاجة بتضطري أن أنت كل شوية تقعدي تعملي صبغة لشعرك، وده بيرهقه قوي. تمام. طب قولي لي بقى، في مثلا شعر معين بياخد وقت عشان ياخد لون الصبغه اللي مثلا بنت شعرها بني غامق وعايزه تفتح شعرها قوي، بياخد وقت عن البنت اللي شعرها اصلا فاتح او شعرها اسود او كده؟ بصي يا بوسي، من اصعب انواع الشعر اللي ممكن تقابلنا الشعر اللي مصبوغ اسود او احمر قبل كده. تمام. او الشعر اللي عليه حنه باي لون ليها، الحنه بتقفل الشعر. الصبغه السوداء بتقفل الشعر، مش سهل خالص. لازم دايما اللي بيعمل لك شعرك صبغه يبقى مفهمك ومخليكي مستوعبه كويس انك لو دخلتي الاسود انت هتقعدي فيه فتره، لو دخلتي الاحمر انت هتقعدي جواه فتره، ما ينفعش اعمله والاسبوع اللي بعديه او الشهر اللي بعديه اغيره. لا، انت هتضطري انك تقعدي فتره، لان ما فيش اي وسيله في الحياه هتخلي لون الشعر او الصبغه تلقط في الشعر الا ان انا افتح الشعر خالص، افتحه اللي هو درجة عالية جدا، اللي هو اسيب البودرة لوقت طويل جدا على الشعر عشان اقدر اوصل اني احط عليه صبغة وتلقط، وده طبعا هيجهد الشعر. بلس ان اللون اللي انا هحطه مش هيجيب لك الدرجة اللي انت عايزها. كمان هنوصل بقى لمرحلة ايه؟ اقرب ما يكون للون اللي انا عايزه. تمام. فلازم نخلي بالنا كويس قوي ان انت خدتي قرار ان انت هتنقلي من ده لده، تبقي فاهمة كويس ان هو مش هيديك النتيجة اللي انت عايزاها، ده واحد. تاني حاجة، وانت بتاخدي القرار لازم تبقي عارفة ان انا هخش الاسود لازم اقعد سنتين ثلاثة اتليست في الاسود لحد ما هو يتسحب لوحده بان الشعر يطول، وبعد كده باخد اللون اللي انا عايزاه زي ما انا عايزه. ده بالنسبه للناس اللي كانوا صابغين اسود او احمر او في حنه، بس لو الناس شعرها طبيعي واول مره ما افتكرش ان احنا بيقابلنا مشاكل كتير قوي، بالذات في الشعر اللي مش مصبوغ قبل كده. الشعر بيبقى عنده قدره على امتصاص الصبغه عاليه جدا، لان الشعر مش متصبغ باي مواد قبل كده، فما بتلاقيش ان احنا عندنا مشكله في ان احنا نصبغه اللي هي عايزاه. بالعكس، انا بقول دايما لاي عروسه ما تصبغيش الا قبل فرحك علشان تقدري تعملي اللون اللي انت عايزاه ويبقى ليكي طله، اللي هو انا من ناحيه لناحيه تانية خالص، من شكل اتحولت لشكل تاني خالص. تمام. ما تبقاش العين خدت على شكلك بالصبغه. طب بنرجع بقى تاني للعنايه بالشعر، خلينا بقى نتكلم عن مشاكل الشعر الكتير، هيشان وتقصف، عندكم حل للمشاكل دي؟ تمام. هو زي ما اتكلمنا في حلقات كتيره قوي، وزي ما الناس دايما بتطلب مننا ان احنا نتكلم على البروتكس. تمام. بصي يا بوسي، انا بقالي فتره كل الناس تيجي تقول لي انا رحت للدكتور وقال لي يعني ايه بروتكس انا ما اعرفش، رحت لصاحبتي وانا بسالها يعني ايه بروتكس ما اعرفش. هو البروتكس محدش عارفه لان هو موجود عندنا بس. تمام. هو كبرودكت هو مش موجود غير عند جرين، احنا بس اللي بنقدر نشتغل بالبروتكس، احنا بس اللي بنعمله. هو البروتكس عباره عن بروتين علاجي. تمام. وعليه ماده بوتوكس، الاثنين مخلوطين بنسب معينه بحيث ان احنا ندي نسبه فرد من غير، زي ما احنا شايفين على الشاشه بنقدر ندي نسبه فرد من غير ما يبقى فيه فورمالين في الماده خالص، بلس ان احنا بنديله علاج من التقصيف والهيشان. زي ما احنا شايفين في الصور الشعر باين قوي ان هو بهتان، في نسبه تكسير عاليه، الشعر مقصف وباين قوي عند الاطراف. دايما يا بوسي تعرفي التقصيف من الاطراف. صحيح، بيبقى الشعر في ناس خفيف، بيوصل التقصيف عندها لحد النص كمان، مش في الاطراف بس. ومن الاضرار طبعا زي ما لسه قايلين الصبغه الغلط، الهيشان زي ما احنا شايفين في الصوره دي، دي برده مشكله بتقابل ناس كتير قوي، بالذات اللي شعرها ناعم بس هايش، فهي مش قادره تستمتع بيه وهو شكله كويس. صحيح، لان اوريدي بيقابلها مشكله فيه. وطبعا شكل الشعر بيفرق جدا ما بين قبل وبعد، زي ما احنا شايفين كل دي كانت حالات عندنا في جرين، وكل حاله وكل صوره من دول ليها قصه مختلفه عن التانيه خالص. تمام. مشاكل صبغه، كريمات فرد، عدم اعتناء بالشعر، ما بيتغسلش، بنغسله وبنلفه تحت الطرحه مبلول، ما بناخدش بالنا منه، ما فيش حمامات كريم، ما فيش عنايه بالشعر، كل صوره من دول ليها قصه وليها مشكله. هي القصه بالنسبه لي ان مشاكل الشعر كتير قوي، الناس مش مدركه هي قد ايه كتيره. هي فجاه بعد سنه اتنين، ايه ده، هو انا شعري بقى عامل كده ليه؟ صح، هو بقاله عنده مشاكل تراكميه بقالها سنه سنتين وانت مش قادره تحسي بيه. ما بنحسش بقى غير لما بنوصل لمرحله الدمار. إيه، طب اميره، احنا اتكلمنا فعلا عن البروتكس كتير وقلنا ان هو حل جذري لمشاكل الشعر، بس خلينا نتكلم، البروتكس بينفع مع كل الاعمار وكل انواع الشعر؟ تمام. هو طبعا احنا بنتكلم في ان احنا سنتين ثلاثة اربعة خمس سنين الطفلة لسه بتبقى جسمها بيتكون، طبيعة شعرها بتبان، بيبقى في حاجة زي ما بنقول شعر البطن بيبقى موجود لو هي ما كانتش قصت شعرها قبل كده، بنسيبها الفترة دي كلها، من بعديها بنبتدي نشوف انا بنتي عندها مشكلة في شعرها او ما عندهاش. تمام. من هنا بقى بنبتدي نحل بالبروتكس،
واحنا طالعين بقى ايا كان العمر ما بيبقاش فيه مشكله خالص ان احنا نعالج بالبروتكس، لان هي ماده امنه ما فيهاش فورمالين، ما بنفردش الشعر باي حاجه مضره ليه، وما فيش اي روايح او حاجه بتضايق او اي حد عنده مشاكل تنفسيه، مش فيها تاثير على النفس خالص. ما فيش، بس غير الناس اللي اوريدي عندهم حساسيه من اي كيميكال. يعني بتيجي تعمل صبغه لازم تعمل تيست قبليها، بتيجي تستخدم شامبو معين لازم تعمل تيست، غير كده ما فيش مشاكل مع اي حد. طب اميره، احنا معانا تقرير من بيوتي سنتر جرين، هنشوف ونرجع تاني نكمل كلامنا عن مشاكل الشعر. خلينا نشوف التقرير. بوريكوا شعر هاله، الحاله اللي احنا اتكلمنا عليها زي ما احنا شايفين هاله كانت عملت صبغه، والصبغه ديت ضرت شعرها بشكل كبير لان هي عملت تفتيح قبل ما تعمل الصبغه، وعندها نسبه تقصيف عاليه جدا في الشعر، في نسبه هياشين جامده في الشعر، الشعر بيتساقط بشكل عالي قوي وابتدى الشعر يتكسر، وهي اوريدي كان عندها موجه في شعرها قبل ما تبتدي تعمل الصبغه. هالة جت النهارده عشان هي كانت عايزه علاج لكل المشاكل دي، وانا حبيت اوريكم شعر هالة قبل ما نبتدي شغل فيه. طبعا زي ما احنا شايفين هو التقصيف موجود في الشعر، الشعر كله مش سوى واحد، وفي نفس الوقت الشعر هايش جدا، الموجه واضحه جدا من جوه، ان الشعر كله مموج ومش ناعم، وحتى في التسريح بيتعبها جدا. هنبدا دلوقتي مع حماده هيشتغل في شعرها، هنعمل لها بروتكس دلوقتي، وخلينا نشوف شعر هالة لما نبتدي معاها هيبقى شكله عامل ازاي. دلوقتي احنا معاكم مع هالة بعد ما عملت شعرها بالبروتكس وغسلته، خلينا نشوف النتيجة دلوقتي. طبعا احنا كنا فاكرين شعرها كويس قوي، كانت الاطراف مقصفة، دلوقتي الاطراف بقت سليمة وصحية، كان الشعر هايش والشعر دلوقتي مفروض، وخلينا نشوف نتيجة الشعر من جوه، مفيش اي كسرات في الشعر نهائي والشعر بقى مفروض. الحاجة الوحيدة بس اللي حصلت ان زي ما احنا كلنا عارفين ان اي مادة للفرد او للعلاج دايما بتخلي الشعر يفتح معانا درجتين، فاحنا دلوقتي هنخلي هالة تجيلنا الاسبوع الجاي نغير لها لون شعرها، وبرده هنوريكم لون الشعر الجديد اللي هنعمله لها، بس هنسيبها لمدة اسبوع علشان الشعر يهدى شوية ويمتص كل مادة العلاج اللي احنا حطيناها له، وبعد كده نبتدي نغير لون الشعر تاني. بس بالنسبة للنتيجة زي ما احنا شايفين، بالنسبة للتقصيف اللي كان موجود قبل كده كل ده اختفى، وكمان احنا كنا ملاحظين ان شعرها كان مقطع شوية، يعني في شعر طويل وشعر قصير، هو طبعا لما اتفرد ولما اتقفل وتعالج بالبروتكس الشعرايه كلها بقت شبه بعضها، وما بقيناش شايفين ان الشعر مقطع او ان في اطوال مختلفة.
أميرة، احنا شفنا التقرير وشفنا ازاي يعني بتعملوا البروتكس، بس عايزاكي تشرحي لنا بقى مثلا البنوتة دي او السيدة دي جت قالت لك ايه وتعاملتي معاها ازاي؟ تمام، هي كانت مشكلتها في البداية ان هي عملت لون وحطت بودرة تفتيح فوصلها للمرحلة دي. هي اوريدي كان عندها مشاكل في شعرها، تمام، بس بقت بلاس المشاكل بتاعت بودرة التفتيح والصبغ. وده بوسي اللي كنا لسه بنتكلم عليه قبل التقرير، اللي هو يا جماعة خدوا القرار صح، اعملوا في المكان الصح، وما تبوظيش شعرك عشان خلاص انت جه في دماغك انك تعملي اللون ده. لا، اعرفي اضراره، شعرك هيقدر يتحملها، وانت بعد ما تعملي اللون هتقدري تعتني بيه لحد ما ترجعيه زي ما كان. اوكي اعملي، مش هتقدري وهتهمليه وهتفرحي باللون بس ومش هتعتني بيه بعد كده، يبقى بعدي عنه خالص. تمام. هي كان عندها المشكله دي، مشكله ان هي عرضت شعرها لبودره تفتيح وصبغه فوصل للمرحله دي. طبعا بعد ما عملنا البروتكس، هو معروف عشان احنا بنعرضه لحراره عاليه ان هو بيفتح درجتين، فاللون اتحول زي ما احنا شفناه كده، لون فاتح قوي وشكله ما كانش حلو. تمام. بعديها بقى عملنا لها الصبغه اللون زي ما احنا شفناه، زي ما انت شفتي يا بوسي، مش غامق قوي ومش فاتح قوي، واوريدي غير من شكلها كتير. تمام. جدا. هي الفكره في اني اختار اللون الصح، هتلاقي ان هو هيعمل لك بجد يعني زي ما انت عايزه، ان انت غيرتي ستايلك خالص وشكلك خالص، وهيبقى شكله حلو عليكي وما اجهدتيش شعرك زياده. تمام، خلينا نطلع بقى من موضوع شعر وندخل في موضوع مهم برضو بيهم كل البنات، الرموش. يعني ازاي بتجيلك بنوته او سيده وانت تحددي ان دي محتاجه تركب رموش او لا، او اي نوع من الرموش هتليق عليها؟ خلينا نقول ان الرموش موضه، مش هقدر انكر الموضوع ده، لان اهتمام البنات ابتدى يبقى كبير قوي بمنطقه العين او بمحيط العين، اللي هي الحواجب والرموش. فالرموش من ساعه ما طلعت الرموش اللي هي 1 باي 1 او واحده بواحده، ابتدت الناس تبص لها قوي، لان هي بتفتح العين قوي، بتبعدك عن قصه انك تحطي كحل واي لاينر كتير، لانها اوريدي بتبرز شكل العين جدا، فبتخليكي تبعدي عنهم. بنات كتير عندها مشكله، واكيد ناس كتيرة قالوها لك من صحابك. تمام. انا الكحل بيسيح مني في الصيف، انا الماسكارا بتبوظ شكل وشي. زي ما احنا شايفين ده شكل العين قبل وبعد، هي مش حاطه حاجه هنا خالص في عينيها، فطبعا احنا شايفين الفرق واضح ما بين العين اللي ما فيهاش رموش والعين اللي فيها رموش، مديه كثافه، العين اوسع، لون العين بيبان اكتر، بلس ان شكل الحواجب بيبقى احلى واحنا عاملين الرموش عليها. تمام. دي بتقعد معانا تقريبا حوالي 15 يوم عشان نقدر نحافظ على رموش الطبيعيه بتاعت العين، لان انا لو منعت عنها ان هي تتنفس وتغير دوره حياتها، اللي هي الرمش يقع ويطلع بداله جديد، هتلاقي ان مع الوقت مره في مره رموشك ابتدت تقل. انا مش عايزه اضر رموشك الطبيعيه في حاجه، بالعكس انا بركب رموش عشان ادي كثافه وشكل كويس، وفي نفس الوقت بنحافظ على رموشنا الطبيعيه. هو احسن كتير من انا افضل كل يوم احط رموش. تمام. الناس بقى اللي ما تحبش حاجه في عينيها، ليها حل تاني، اللي هو الرمش القطعه الواحده زي ما احنا شايفينه. تمام. ده بيتحط وهي بتشيله بمنتهى البساطه بايديها كده، بس بيتشد وبيتشال خالص. ده بنستخدمه اكتر في المناسبات، بنستخدمه للعروسه، بنستخدمه لو عندك خطوبه او مناسبه وراحه وخلاص انت عايزاها فترة المناسبة بس مش أكتر. أميرة، إحنا مبسوطين جدا بوجودك معنا، واستفدنا أكيد بكل الحاجات اللي أنت قلتها لنا، وأكيد كل أسبوع بيكون لنا لقاء معاك هنستفاد منك أكتر وأكتر. بشكرك، شكرا جزيلا أميرة مصطفى، خبيرة التجميل ببيوتي سنتر جرين. بشكرك مرة تانية. مشاهدينا الكرام، فقرتنا الطبية انتهت، وانتهت معاها أكيد ده فقرات صباحك عندنا. بنتمنى لحضراتكم يوم سعيد وموفق.